شاب جزائري اسمه أمينة خلف كل التوقعات وكسر كل الصور النمطية المعهودة في مجتمعه، حيث وقع في حب ياسمين التي عاشت أزمة إنسانية بسبب عدم معرفتها لوالديها البيولوجيين، وقام باحتوائها والزواج منها في وقت لم تجد إلا الشارع مأوى لها. تابع معنا القصة. ياسمين ابنة مدينة شرشال تخلت عنها والدتها واحتضنتها دار الأيتام بزرندا، ثم كفلتها سيدة وجلبتها إلى منزلها وربتها بين أبنائها. عندما بلغت ياسمين 8 سنوات أخبرتها السيدة التي تبنتها أنها ليست أمها الحقيقية، ولم تروي لها تفاصيل عن والدتها الحقيقية. هنا بدأت الشابة في طرح تساؤلات تلبي غريزة فضولها. عند هذه المرحلة أخذت حياة ياسمين منحا آخر، فشابت وبدأت تلاحظ فروقات في تصرف السيدة التي كفلتها بينها وبين أخواتها، وهو الأمر الذي حس في نفسها ودفعها للبحث عن والدتها الحقيقية. السيدة من شدة الغيرة أحست بالندم على تبنيها لياسمين، وصدمتها عندما قالت لها بصريح العبارة: والدتك أخطأت وأنجبتك ووالدك لم يتحمل المسؤولية ورحل، على حد قول ياسمين. هنا ذهلت الشابة من بشاعة الموقف، كيف لا وهي التي عاشت الأمرين وذاقت طعم الخذلان مرتين، الأولى عندما تركت وهي رضيعة، والثانية عندما حملت تبعات خطأ لم يصدر منها. فبدأت الشابة تتردد على أزقة الشارع الذي أحست أنه المكان الوحيد الذي لا يصدر أحكاما عنها. في هذا التوقيت صادفت ياسمين الشاب أمين وهو يلعب على آلة الجيتار، حيث لمحت فيه المأوى والأنس الذي كانت تبحث عنها، فأخبرته فور انتهائه من العزف ودون تردد أنها تحبه. ورغم أن البنت قاصر، لم يستغل الشاب حاجتها وضعفها واستمع إلى حكايتها. وبعد 3 سنوات عاد أمين ليتزوج منها وينقذها من نظرة المجتمع ومخالب الشارع التي لا ترحمه. واليوم يعيش أمين مع حبيبته ياسمين وابنتهما فيليسيا. وأنت ما رأيك في تصرف أمين؟